تعبان قلبي على البشر كلها، نسوانها ورجالها، كبارها صغارها وشايلين حمالها، واللي زرع فينا البلاوي وهج وتخلى، عتبان قلبي على البشر كلها. أسمر اللون، هل أسمراني تعبان، هل قلب خيول هوى أحرمني. ولا من تحت الطربوش، ولا نركع عبابوش الايد اللي بتطعمينا، كله من ايدينا يا حصر علينا، كله من ايدينا يا حصر علينا. انا جارتك ام بشير، افتحي ام فوزي. الله يزيد فضلك إلهي. أحمد. نعم عمي. روحي عند أبو نجم تبع الخضرة، خذ الخضرة لأمك على البيت، تأخرنا عليها. حاضر عمي. والله هي شغلة حماتي بتحط العقل بالكف. ناقي الله يحمل معها على عقلها شو رزقها. تعال يا سين تعال. تعال كفي عني على الكتل أبيض. تعال. ايه بأمرك أخي. هاي مو نزقة، هاي وحدة مدودة، بس الله يكون مع أبوك ويحمل معه. ايه والله ما تكون صايرة معي، لشقة بالنص وقطعها لسانها بالسكين. أنت بتقول هيك ياسين، مو حلوة تتعلق مع مرة. وليش مو حلوة؟ يعني سكوت أبوك كان حلو هيك قدام الناس؟ ما العالم كلها صدقت حماتك وحطت الحق على أبوك مشان سكوته. ياسين أنت لساتك غشيم على هيك شغلات، شو بدك إياه يردح لها قدام الناس؟ لحتى يقل مقداره بين العالم؟ يعني يسكت لها احسن، ما هيك اخي؟ معلوم يسكت لها احسن. ايه بس انت ما سكتت لها. انا ما سكتت لها لانه انا غير ابوك، بعدين انا اذا بهدلت منها قدام الناس بقولوا عني غشيم ولساتني عم اتعلم. ياسين شو بقول المثال؟ اذا بدك تبهدل رجال بعت له مره، واذا بدك تبهدل مره بعت له ولد. ايوه انا لازم رد لها واحكي معها، احسن ما ابوك يرد لها ولو متخانق معها ومبهدلته ومقلل قيمته قدام الناس. فهمت شلون ياسين؟ اشربوا شايكم هلا بيبرد. يلا ابو نجم، لك عجاج وينه؟ ما عم بشوفه، يعني ما عم يبين بالحاره. شو بدك منه؟ بدي صالحه مثل ما صالحت اخواته. يعني هلا تصالحت انت واخواته؟ لكن ابو نجم
ابو راشد رضي علينا ورجعت بيننا وبين اولاده صافي يا لبن، مو هيك سلمو؟ لك لك اخي زكو لك، والله مشتاق العجاج بدي اشوفه. لك اروح لعند ابوه على الدكان مسال عنه. يعني انت ما بتعرف ابو رجل؟ لك انا شو بيعرفني، روح لعند ابوه يا عمي. لك انا عمي ابن نجم قلت لي ما بتعرف. لا ما بعرف. بالله بالله يعني ما بتعرف؟ يا عمي والله ما بعرف ما بعرف. السلام عليكم. اهلين وعليك السلام. السلام. اجيت بوقتك، هاي الاغراض جاهزين، خذهم لمعلمك راشد. يلا الله يرضى عليك. سلم لي عليه. تسلموا عمي ابن نجم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. ان شاء الله دايم يا عمي ابن نجم. صحتين وهنا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. روح. حلوه. يعملوا لي اياها دق ودوس على الطالعه والنازله. شربنا شاي شربنا قهوه. انا ما بطيق اسمع اسم واحد منهم. لعمة شو غلظة شو هاد؟ دعيم طه. أنا أرجع عم تسأل. أنا جارتك أم بشيرة، عندي أخبار بتوزع العائلة، افتحي رح تنبسطي. أهلا وسهلا. افتحي روحي افتحي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سيدي الحارة كلها بتعرف وينه عجاج وعم يخط عليه. لك بحياة سمع الغالي، ما راح اخلي حدا يستجدني. وحياتك لا اعرف لك وينه عجاج. باريت تمن دي باريت. باريت تمن دي باريت. باريت تمن دي. شو زكو شو؟ يا دول صعبة. هلا بلشت سلمو. منيح اللي لحقتك. خير شو بدك مني؟ شلونك يا بي؟ اهي عجاج. اشتقت لك يا بي، اشتقت لك. الله يرضى عليك، وانا اشتقت لك يا بي. اهلين عجاج. اهلين يا بي. انا راي اشوفه بالحارة عن سهلة ابو راشد. اذا رجع بغيابي لا تخلوه يطلع من هون لارجع، مفهوم؟ مفهوم تقبرني مفهوم. خاطركم. الله معك، ميسرة تقبرني. خمي لا تخافي، الله يرضى عليك، جوزك بيعرف يدير باله على حاله وإن شاء الله بيرجع سالم غانم. لك يا ابني يا ابني الله يرضى عليك، أنت لازم ترجع على دوما لعند خالك أبو شبلي، راح يجن هو عم يدور عليك. يا أبي ما راح أرجع قبل ما أطمن عليك وعلى أخواتي. لك أنت شو جابك الحارة بعدين؟ شو جابك الحارة؟ ناقصنا مشاكل. اسمع كلمة أبوك وارجع على دوما. يا أبي خليني هون الليلة، بس الليلة. وشو بدك تساوي بالحارة يا أبي؟ يا أبي كرمال الله، بس هالليلة. اتركه أبو راشد، اتركه عندي. ماشي، بس وينك؟ عتبة الباب ما بتخطيها بنوبة، بنوب. من بكرة بكير الصبح بتحمل درب طريقك ودغري لعند خالك أبو شبلي على دوما. أمرك يا أبي أمرك، الله يخلي لي إياك. الله يرضى عليك. خلينا نمشي على الحارة براشي. يلا شريف. تفضل. سلم لي على أمي وأخواتي أبي. شكرا. وخص نص على أختي أميرة. يوصي يوصي. بس دير بالك مني على حارك. لا تكون همي أبي. ومثل ما خبرتك بتروح عدو ما دغري. فورا يا أبي. يلا. الله معكم. يا ور قلبي، من أين هو بالحارة؟ من امبارح بالليل. ناطف قلبي علي، خليني أشوفه ابن عمي. لك شو تشوفيه ما تشوفيه؟ نحن بدنا نخبيه ولا بدنا نفضح جيته على الحارة؟ طيب خليه يجي تكى على البيت، بكحل عيوني بشوفته وبعدين يروح لعند خاله. لا يا معجاج الله يرضى عليك، هلا مو وقتها. إذا كنت مشتاقتي له باخذك لعنده بتعدي كام يوم بدوما، أما جيبه لهون صعب كتير. لا يا معجاج، نكون بشي، نصير بشي. أمرك ابن عمي. حاضرين الغدا يرضى عليكي. حاضر. أهلين وسهلين بالطيبين، أهلين، مين بدك عمي؟ بدنا دكانة أبو شريف الحلاع عمي. أي دكانته اللي مسكرة؟ وهو هلا وينه عمي؟ عند ابو نجم الخضري. اصبيعي ببو يا خيار. وين منن الخضري؟ الخضري اللي واقف عمي والقاعد ابو شريف. يسلموا عمي. الله يسلمك. يسلموا. الله يسر لك، مع السلامه. اصبيعي ببو يا خيار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ابو شريف الحلاق؟ ايه نعم انا. عرفنا مين منكون عمي؟ لا والله بلا زغره، بس هي اول مره بشوف هالوجوه الحلوه.
تذكر عمي، تذكر وين شايفنا. والله ما تذكرت عمي. عمي أنا داود وهذا أخي جمال، ونحن الاثنين منكون أولاده لأب داود الميداني. مين قلت لي؟ أب داود الميداني صاحب البايكة اللي اشتراها أبو عرفان الأعرج واللي قلنا بزمته 10,000 ليرة. تذكرتنا هلا عمي؟ واللي أنت كفلته. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضلوا اللي عندي على الدكان، تفضلوا. وقبل ما نتفضل ابو شريف، في كلام وحابين نقوله قدام اهل حارتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه عمي خير؟ الوالد اعطاك عمره يا ابو شريف. بعرف بعرف. الله يرحمه ويسامحه. تعيش عمي تعيش. ونحن جايين ناخذ حقنا منك هلا. مني انا؟ ليش موتك انشاهد على بيع البايكة لأب عرفان العرج عمي؟ بلا كنت شاهد عمي. مو انت اللي كفلته وقت صارت البيعة؟ ايه مزبوط انا اللي كفلته. اها معناتها صدق مين قال انه الكفيل حطاط وهلا بدنا حقنا عمي. إيه بس ابوكم الله يرحمه سامحوا لابو عرفان. ايوه وشو دليلك على هذا الشيء عمي؟ الله يشهد علي انه هذا اللي صار. ونعمة بالله بس اسمح لي اقول لك انك انت واحد كذاب. سد هلا بحكي مع قلبك. اطلع هيك سطيح. اوعيك على ورا اتني زك واتركني. لك عود لك سطيح اخي اتركوا لي حلوا مشكلتهم بين بعضهم. نحن ما بنعرف صار بيناتهم. لك ايدك زكو. لا حدا يبعبع ويتدخل مشكلتنا معه بس. ولك يا ابني قبل ما تكذب الناس وترفع صوتك على اللي اكبر منك افهم شو صار وبعدين احكي. ايه بس نحن بنعرف على المظبوط شو اللي صار عمي. والوالد الله يرحمه قال لي على كل شيء قبل ما يتوفى، وهو يلي وصاني اني اجي لهون واخذ ديناتي من اب شريف 10,000 ليرة. يا ابني عندك دليل؟ ورجيهم دليل اخي داوود ورجيهم. يا هات لشوف عمي. يا شرف عمي. يا عم لك هي الورقه اللي عندي كانت تكون شو؟ هي الورقه بعرف. شوفي كملي لشوف شو صار بعدين. وتركتهم عم يتعيطوا قدام دكانة ابو نجم يا ابي. ايه خير ان شاء الله. يحلى يا مو عطينا الغدا عطينا بيكون اخواتي شليانوا من الجوع. ايه يا مو ليك مين اجيت؟ يا مو ما بدك تعرف شو بده يصير بالحارة؟ ما راح يصير شيء يا مو ما راح يصير شيء، هدول اثنين شغلتهم ناكتة وما لهم خرج لا خنايق ولا مشاكل، بعدين كل اهل الحارة واقفين مع ابو شريف. عم بقول لك ابوك سامحه لابو عرفان قبل ما يموت، بعدين ليش جبت لي الورقة؟ عمي انا مالي جاي لحتى اسرقك، انا عم اطالب بحقي وحق اخواتي اللي ما حاتنازل عنه منوب. عمي هيك ما بيمشي الحال ابدا. انا ما حكيت كلمة برات الطريق مختار. هي السند وصار بين ايديكم وهذا هو حقي وبدي اخده اليوم قبل بكره. خير مختار شو في ابو شريف؟ هذول اثنين اولاد ابو داود الميداني. اهلين وسهلين شو بدك عمي؟ بدنا حقنا من ابو شريف. تكرم عينك وعينه. تعوا معي عمي. ولوين بدنا نروح؟ لعندي على البيت عمي. مالنا رايحين من هون حتى نسمع ابو شريف شو بده يقول. هلا انت ما بدك حقك وحق اخواتك يوصلها؟ لكن انا ليش جاي لهون؟ وما قال لك ابو راشد تكرم عينك وعين اخواتك؟ بلا عمي بلا قال. لك روح انت واخوك لعند ابو راشد. مشي يا اخي مشي. شرف مختار. يلا عمي شرف. يلا شرف. يلا يلا عمي كل واحد يشوف شغله. يلا حبيبي يلا يلا بيعشوا بيعشوا. يلا عمي يلا 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 على شغلك. حرك حرك حرك. يامو يامو إجا خالي. يقبر قلبي خليه يتفضل. تفضل خالي. أهلين أخي. أهلين تقبر قلبي. أهلين. الله يرضى عليكي. شلونك أختي؟ الحمد لله منشكر الله. تفضل لجوا. وينه؟ بقط الضيوف. لك عم أحكي عن عجاج وينه؟ الحمد لله بالحفظ والصوم. ريحتيني. الله يريح بالك. ربي لا يضيمك ولا يوقعك بأسها يا حق. يا الله. الله يخلي ليك ولا يحرمني منك. كل شيء مكتوب بالورقة مظبوط. عمي نحن ما لنا مصلحة نكذب منوب. منوب نحن ما بناكل مال حدا عمي والحمد لله ربيانين من مال حلال وما بنحب الحرام. منوب يعني أنا باكل مال حرام عمي؟ هدي هدي أبو شريف. احكي يا أبو راشد. عمي أنا بدي أسألك سؤال. تفضل عمي سأل 100 سؤال بس بتجاوبني عليه بصراحة. أنا ماني كذاب عمي. طيب ممكن تقول لي هالورقة كيف وصلت لإيدك؟ لا تنسى انه قلت لي انا مالي كذاب. الوالد الله يرحمه هو اللي اعطاني هاي الورقه وهو يلي دلني على عمي ابو شريف. انت متاكد من الحكي اللي عم تقوله؟ قلت لك انه انا ماني كذاب عمي. بس هالحكي هذا مو مزبوط وانت واحد كذاب واخلو مالك دايس بساطي. انا ما بسمح لك منوب. ها عود اسمع عود اسمع انت وياه.
ما يقول لك عود يعني عود عود لك اخي عود عود خلينا نسمع شو اللي بده يحكي عود بس نحن ما لنا كذابين اخي لك عمي عم اقول لك عود انت واخوك انا لسه ما خلصت كلامي شرف عم يحكي شوف عمي ابوكن الله يرحمه كان ما في اصدق منه بالحاره وانا اللي بعرفه انه ربى اولاده على السمعه الطيبه والامانه بس نحن انا ما خلصت كلامي وعيب تقاطع اللي اكبر منك ابوكم ما رباكم هيك لك برضاي عليك لك اخي سمعنا شوي كمل ابو راشد مختار انا بدي اعرف كيف هالورقه وصلت لايده قلت لك عمي انه لك شو كنا عم نحكي لك عمي عمي وصلت لايدنا وخلصنا لا لازم تقلي لان الورقه كانت عند ابو شريف وبيته كمان لا مو صحيح هذا الكلام مو صحيح منوب عمي لا صحيح ونص وراح فهمك من متى ابو شريف انسرق بيته من ضمن الاشياء اللي انسرقت من بيته الورقه هي ولما راح المخفر كتبها بالضبط وذكر الورقه هي اللي انسرقت مع اوراق دكانته وبيته وهلا بدي افهم شلون وصلت الورقه لايدكم يلي سرق البيت هو اللي وصل له للورقه وليش ما يكونوا هنن اثنين اللي نزلوا على بيتي وسرقوني اعوذ بالله شو هالحكي اللي عم تحكيه عمي نحن بعمرنا ما مدينا ايدنا على مال حدا لكان شلون وصلت لايديكو معجاج بينتوا الاثنين كذابين ها تعي لهون وين رايحه شو يا مو ايه رايحه وديهم لجوا ارجعي فيهم ارجعي بس يطلبن ابوك يجيبيهم يلا ايه لا ما بقدر بلكي ابي عصب وزعل ابوكي هيك بده فوتي يلا يلا ارجعي فيهم يعني ما رح تحكوا كيف الورقة وصلت لبين ايديكم ما بقدر عمي ما بقدر ابو راشد انا من رأيي نبلغ المخفر لا دخيلك عمي شو مخفر ما مخفر طيب ليش ما بدكم تحكوا مين يلي عطاكم الورقة ليش شوف عمي نحن منعرف انه انتو ما سرقتوا شي من عند ابو شريف لانه ابوكم سمعتوا مثل التلش بس ما بنعرف ليش هيك ولاده وعم يستر على واحد حرامي ونتن بعدين يلي بيشارك الحرامي او بيستر عليه عدم المؤاخذه يعني بيكون مثله حرامي احكي عمي احكي احكي لا تخاف بصراحه عمي ابونا لما مات ما حكى لنا شيء عن هاي الورقه ايه وما بنعرف شيء عنها منوب هذا كلام حلو بس انا واخي جمال لما شفنا دفتر الدينات كان مكتوب اسمه الأب عرفان الأعرج ومكتوب قدامه دين 10,000 ليرة وماله معروف مشان شو وهذا كلام حلو بالصدفة فاتوا 2 لعنا على البوايكية كانوا قاعدين عم يسألوا عن أبو عرفان الأعرج وهن نفسهم يلي دلونا على أبو شريف واللي دلونا على حارتكم والورقة شو جابها لإيدك؟ هنن يلي عطونا إياها هنن بس ما بحسن إلك مين هنن ها؟ ليش بقى؟ لأنه مسكنا على شواربنا عمي وعطيناهن عهد ما نقول عنهم شيء معناتها هنن اللي سارقين بيتي يا مختار وهدول اللي سرقوا البيت من حارتنا؟ أحكي عمي أحكي أنت وياه ما بعرف ما بعرف يعني ما بدك تحكي؟ الله وكيلك رح أحكي بس بالأول لازم أتأكد إذا كانوا هنن الحرمية ولا لا وبعدين بحكي مسيك على شواربك لك وهي شواربي مختار اه وهي شواربي كمان عمي قصة هالورقة هي رح يحكي لكم اياها ابو شريف من اولها لاخرها ولا بتسمحوا لي على اذنكم اذنك معك ابو راشد ايه ابو شريف احكي لهم للشباب لك وين طاح شيرة جوا في ضيوف عند اخوك بعدين حدا بيجيب فواكه وحلويات قبل الغداء ما قلت لي بدك تغديهم ابن عمي لك هلا وقت غدا يا معجاج ولا بدك اخوك يروح على دوما بدون ما يتغدى لا ايوه شو هالحكي تقبرني الله يديم عزك يا حق يلا اموره الحقي يلا يا عمو حلياني لك معجاج لا وقت ابو راشد حلياني وليش سامحوا عمي ابو شريف لانه ابوك ابن اصل واحد من الرجال المعدودين بالميدان شفق على ابو عرفان يلي انخرب بيته وقت اللي احترقت البايكه اللي اشتراها من ابوك ها وتذكر شغله وهي الاهم بالقصه شو هي عمي ابو شريف ابوك قال لي انه امك الله يطول بعمرها عندها علم بانه سامحوا لابو عرفان الاعرج واذا بدك تسال مشان تتاكد روح سلا اذا قالت لا انا مستعد ادفع المصاري من هالرقبه هي
رح أسأل عمي أبو شريف، ويا ويل ويلون إذا بيطلعوا هن نفسهم الحرامية. أنت لا تعذب حالك فيهم عمي، بس دلنا وين هن وترك الباقي علينا ونحن منعرف كيف نتصرف معهم. منيح الحن قلبه عليك وما عاد قفل الباب. كان زعلان مني. بيقوم بيقفل عليك الباب، شو خايف تهربي من البيت؟ شفتي. الله يعينك على عائلات جوزك يا ست عطور. انا ما يكون عندي هيك جوز ما بحوى ولا يوم واحد. إيه بتعرفي شو؟ هلا اذا اجى وشافك عندي بتقوم ايه عم تبقى روحي الله يوفقك. ليش بقى؟ لانه منبه علي انه ما حدا من الجيران يفوت لعندي. اسمعوا على هالسمعه. هلا روحي وتعي بعد كم يوم بركي بيكون رجع لعقلاته. طيب طيب، مع السلامه. مع السلامه. ست عطور يبعت لي حمى على العيشة اللي عايشت اياه. مزبوط. سامحني عمي ابو شريف، عماني ما تواخذنا ها. وانا كمان عمي، وهات لبوس ايدك. لا لا لا، استغفر الله استغفر الله، الله يسامحكم عمي ويرحم ابوكم شو كان طيب. لك ابني، لك ابني بالاقصول ما بنزعل منه وشو ما بدر منه، لانه اصله الطيب بيرده ناحي المعروف والخير. لك الله يخلي لنا اياكم، الله يخلي لنا اياكم يا رب. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا شرفونا على الحارة. نجي عمي، إن شاء الله بنجي. وانتو كمان زورونا، وهي الحارة بتضل حارتكم، وأهلا وسهلا فيكم. الله يطول بعمرك يا عمي أبو راشد، ويخلينا ياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. لك شو القصة سلمو؟ لك شايف لك كأنه الشغلة باظت. الله هيك شايف لك. لك معقول يعطوهن المصاري لحتى طالعين اثنين ضحكانين؟ لك هذا اللي بدي أعرفه. لما بدي روح البوايكية تبعهم. ايوه امشي. هيك بتروح وما بتسأل عني ابن عمي؟ حقك علي يا وجيه. الله يسامحك الله يسامحك. وحياة عينك، ما بقى اطلع من البيت الا لحتى اقول لك وين رايح مني. لا بقى تروح وتتركني ابن عمي، الله يخليك. لا انت ولا هيك قهوة، ولك هي قهوة بتنشرب لك بهيم. شو قالت لك امك اخي؟ كلامه لأبو شريف مزبوط. مزبوط. شوف اخي، أمك عندها علم بكل القصة وقالت لي إنه رح تغضب علي وعليك إذا رحنا وطالبنا حدا بالمصاري، لأنه أبوك الله يرحمه وصاها وقالها إنه هو سامحه لأبو عرفان الأعرج، وحكت لي القصة كلها من طقطق لسلام عليكم. معناتها زكوا وسلموا هن اللي سارقين بيته لأبو شريف. أخي نحن ما بنعرف شي منوب، بعدين ما بنحط حدا بزمتنا. الله يخليكها. أنا متأكد أخي، متأكد منهم، لأنه شو اللي وصل ورقة لإيدهم؟ بتعرف؟ أنا رح روح على حالة أبو شريف، بدي افضحه لقدام كل الناس. هدي لي حالك، الله يخليك لك اخي، هدي لي حالك. اخي نحن رح نبقى هون بالبايكه لحتى هنن يجوا لعنا، ولما اتاكد انه هنن يلي سرقوا بيته الاب شريف رح نحملها سخنه لعند المختار وهو يتصرف معهم، ما في غيره. شو هالحكي اخي، شو هالحكي؟ يعني ما نعمل لهم بدان؟ ولك يا اخي يا اخي، نحن ما لنا علاقه بشي، خلي اهل حارتهم يحاسبوهم. بعدين نحن ورانا رزقه ورانا شغل، قليلي قديش لسه بدنا مصاري من العالم، مشان الله يا اخي هدي. قلت لحالي اجي لعندك واسالك شو صار معك بشغلنا انا وياك. ما
طول بالك شي كام يوم تانيات. ايه نطول بالنا. شو؟ أنا اجوا اصحاب البويكيه اللي عند ابو شريف وطالبوه بالمصاري. صدقني ما عندي علم. يعني مو انت اللي بعتهم؟ يا انا شو عاد بدي منهم ابو شريف؟ ما الدكان بعت لابو راشد وخلصت القصه. ايه بس كانوا جايين ومعهم الورقه اللي انسرقت من بيت ابو شريف. إيه يمكن هلا لحتى فكروا يطالبوا بحقهم من ابو شريف، بس انا ما دخلني. ليش مو انت اللي بعت رجالك يسالوا عن صاحب البويكيه؟ ايه انا، بس انا ما عاد تابعت الموضوع لان ما عاد لي مصلحه مع ابو شريف. ولك والورقه شلون وصلت لعنده؟ انا اللي بعتها مع عناصري، بس اجت الشغله معاكسه، لسه ما وصلوا كانت الدكانة راحت. لسه ما راح شي يا صبري، ما راح شي. وانا قلت لك اذا بدك الدكانة تاخذها من ابو راشد ما انا غير اولاده، واهم واحد فيهم عجاج. طيب ليش عجاج ومو راشد؟ لانه هذا المدلل عند ابوه وعند امه وعند خاله الدوماني. الدوماني؟ لك ايه الدوماني. طيب قلتك يعني معقول يكون عجاج بتخبي عند خاله؟ ليش عم تضحك؟ والله باي انتك لسه بدك كتير لحتى تتعلم يا صبري. بدك كتير؟ يعلمني دخيلك. لك يا صبري عجاج لساته ما طلع من الحارة، واذا بدك تعرف وينه ما لك غير ولاد ابو راشد. لك خلاص بقى، خلاص رح يطلع خلقي من الحارة. شو رجدي بيك؟ باينتك متضايق كتير. ايه والله متضايق، وعم فكر اترك الحارة اليوم قبل بكرة. ليش سيدي؟ ليش؟ لأني كرهتها يا صبري، كرهتها. بس يطلعوا الذهبات بدي بيع البيت كمان. وأنا مثلك يا رجدي بيك. وأنت كمان كرهت الحارة؟ ايه عم فكر اتركها، بس بالأول بدي ذهبات جدي يصيروا بحبي، وتاني شي الظاهر اني ما راح اقدر فارقك. لك انت نايت بشغلك يا صبري، نايت نايت. بس عم بحسبها صح ما. لك ما اختلفنا على هالشي، بس لازم تحرك حالك بسرعة لأنه الوقت ما عاد لصالحنا. بعدين أبو راشد ما راح يفتح الدكانة وهي على وضع الحالي. شو يعني؟ يعني راح يقشر حيطانها ويركزها من أول وجديد. وأنا عم حذرك، معك ثلاث ايام حتى تصير الدكانه بين ايديك، والا انا راح اتصرف. وانا قادر هلا تصير الدكانه الي، واذا صارت الي يا صبري ما راح اعطيك الا الربع وبس، ويمكن ما اعطيك شيء بنو. حط هالشيء ببالك. بس يا رجلي بيك، هذا اخر كلامي يا صبري. السلام عليكم. ما رح تعطيني شي من ذهبات جدي؟ ايه رح منشوف مين اللي راسه أكبر من التاني يا رشدي. شلهوب مور سيدي، بدي أعرف كل شي عن صبري وكل واحد بيجي وبيروح على المكتب. باختصار بدي أعرف كل شي عن تحركات هذا المكتب. تيجي اليوم المسألة عندي، عاوزك بشغلي بدي إياها منك. بأمرك سيدي بأمرك. استناك اليوم المساء عندي بالبيت. وانا ما راح اتاخر. يا مرك سيدي. يلا خاطرك. الله معك، مع السلامه. ريادة يا بلدور ريادة. ست حلقك ابو نجم، ست حلقك. مرني رجلي بيك. ليش ما عم تجي رمزيه لعندي على البيت؟ والله ما بعرف ليش يا سيدي. ما بتعرف؟ لا والله يا سيدي. شوف يا ابو عارف، بتخبرها ترجع على شغلها احسن ما ابعت مين يجيبها من بيت جوزها غصبا عن عائلتها كلياتها. وبتقلها رجلي بيك رح يسامحك على السرقه يلي سرقتيها من بيته. سرقت؟ ما عندك شي سيدي؟ ليه سيدي سرقت، بس انا ما بدي احكي. قلت لحالي خطي، مره محتاجه وعم تربي اولادها صغار. بس انها تترك البيت من دون خدامه ومن دون ما تاخذ اذن مني، هي ما راح سامحها عليها بنو. امرك سيدي امرك، هلا بس خلي شغلي يبرو لعند على البيت. هلا بتروح لعندها وبتجي لعندي وبتخبرني شو بيصير معك. امرك سيدي، هلا برو لبيت جوزها. ايه حرك بسرعه. شلهوب مرسيدي.
وينك؟ نعم سيدي. بتروح بتجيب لي زكريا وسليمان من تحت تقطيع الارض. حاضر سيدي. يلا بسرعة. حاضر. الله وكيلك يا عمي ابو عارف، الله وكيلك يا عمي ابو عارف، اني ما سرقت شيء من عنده من البيت. طيب يا رمزي، شو له مصلحه رجدي بيك ليكذب علينا؟ مشان الله يا ابو عارف، هات المصحف الشريف لحلف لك عليه اني ما سرقت من عنده شيء والله العظيم. طيب رجدي بيك عم بيقول هلا سامحك وما بده منك شيء الا ترجعي لشغلي، شو قلتي يا رمزيه؟ دخيلك يا عمي ابو عارف، دخيلك يا عمي ابو عارف، ما بدي ارجع لعنده هالبيت، بوسيتك ماني راجع لعنده هالبيت. طيب شو السبب؟ ما بدي اعرف ليش يا رمزيه؟ دخيلك يا عمي ابو عارف، عفيني من خدامه بيته وشوف له شيء وحده ثانيه غيري. طيب طيب راح اقول له وامري لله. يستر على حريمك يا عمي ابو عارف، يستر على حريمك يا عمي ابو عارف، الا ما عاد بدك تشتغل عندك. خلاص خلاص انت فوتي وسكري الباب على حالك وانا بتصرف. يا امو يا امو، مشان الله خلينا ناخذهم معنا. لك يا امو الطريق لدوما كثير طويل، وين بدنا ناخذهم؟ يا امو زعلانه عليهم كثير، مشان الله والله ما لي قلب اتركهم. هي خالتك ام راشد معه. يلا خالتي، يلا يلا اموره، بدك شيء يا امو؟ سلامتك يا امو. يلا اموره، يلا روحي اميره وكلي الله. الله معك ام عجاج. تبكر قلبي خالتي، دخيلك لا تعذبيهم بغيابي. لك خلص روحي شبك اميره، الله معكم. ديري بالك على البنات. ايه تقبريني ايه، تعالوا لعمل لكم عروسه، تعالوا يلا تعالوا. شو يعني ما عاد بدها تشتغل عندي بالبيت يا ابو عارف؟ سيدي المخلوقه ما عاد تخدم بالبيوت. ايه بس البيت ما بينترك بدون خدمه يا ابو عارف. والله انا ما دخلني يا رجدي بيك. شلون ما دخلك؟ لك مو انت اللي جبت لي اياها يا ابو عارف؟ مزبوط سيدي مزبوط. ابو عارف المختصر المفيد، بتروح لعندها على البيت وبتفهمها من هون لبكره الظهر لازم تكون عندنا هون بالبيت. ان شاء الله نومت اهل الكهف. سم الكرادي ان شاء الله. لا لا بس لك حمار. اقول لي منك اخي زكو. فزنا. ايه ولك فزنا. ايه يا امره. عليه عليه سيدي شلهوب، عليه سيدي شلهوب. ايه الحمار الثاني. ابي امره سلموا. سلموا قوم. قوم شوف مين في عنا. سلموا. لك سلموا فزنا. احترامي سيدي، احترامي سيدي. سيدي شلهوب هون. عليك الشباب حتعملوا عنا هون. بس رجلك انت وياه بسرعه ولا؟ ايه 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 امرك امرك. ظباطي ليش خير خير سيدي شلهوب خير. صبري بيك عاوزكم. ايه ايه بامرك وامره نحن على راسي وامرك. يلا بسرعه بسرعه وام. ايه معلش شو عليه؟ بس بس يا الله. بس بس سلموا. ولك امشي حافي خلصني. ظباطي ظباطي. ولك امشي. ايه 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 يا سيدي. يلا خليك يا ولك. يا رمزية لا تجيبينا وجع راس يرضى عليكي. رجدي بيك طالع خلقه وواصلي معه للسما، بده اياكي ترجعي لشغلك، يا اما رح يجيبك غصب عنك وعن كل شيء بشد على ايديك. قولي على قامتك، قولي على قامتك يا رمزية، ان شاء الله بتموتي، ان شاء الله بتموتي ما تهون عليكي. دخيلك يا عمي ابو عارف، حميني منه واستر على ارضي. الله يستر على ارضك. ولك يا رمزيه شو صاير فهميني؟ بده طيب شو بده؟ بده ياخذ شرفي. شو؟ شو صار معكم؟ شو سيدي؟ يا عجاج والله يا سيدي سالنا كل الحاره عنه، ما أحد عم بيرضى يقلنا شيء. ليش هيك واقف ولا؟ شو الضهرة؟ واقف! شلهوب أمرك سيدي. كمل أشوف. سيدي أنا عم بيقول لي أهلي هذا أكيد متخبي عند واحد من إخواته. شلون بده يتخبى عند واحد من إخواته؟ وكل إخواته عايشين مع أبوهم يا حمار. سيدي في واحد بيناتهم عايش برات بيت أهله. راشد سيدي. راشد ساكن لحاله. بتعرف وين ساكن راشد؟ لا والله يا سيدي. وليش ما بتعرف؟ والله يا سيدي إذا بدك هلا بنروح بنعرف. لا هلا ما بدي اياك تروح لمطرح. ليه سيدي؟ لأنه هلا أنا عندي شيء أهم من عجاج. شو هو سيدي؟
أنا هلأ بدي إياكم تفوتوا على الحارة وتقوموها فوقاني تحتاني. خلوا الناس اللي فيها يلتهوا ببعضهم لما نشوف عجاج. بعدين رح لكم عليه هلأ. خطير خطير كتير. والله يطعمكم الكلام اللي لكم يا يدر في حدا. ساعة الشهدوا على روحكم. ولي ساعة المشنة رح تكون عم تستناكم. والله غريبة تقول كأنه فصل ملح وداب لك لساته لهلا ما اجوا. اخي هدول يمكن دريوا باللي صار. اي بس الا ما يجوا، واذا ما حيجوا لهون انا بذات نفسي رايح لعندهم. بدي اعرف كل تحركات رشدي بيك، النفس اللي عم يتنفسه بدي اعرف. واذا سويتوا اللي عم قلكن عليه بسرعة بتجوا لعندي بتاخذوا الورقة وبتروحوا بحال سبيلكم. بس مثل ما فهمتكم بدي اياكم تقلبوا لي الحالة فوقها تحتاني. ومعكم صلاحيات شو ما بدكم تساووا وشو ما بدكم اعملوا انا حاميكم. ايه اللي احنا بيامرك صبري بيك اللي بدك اياه. بس يلا روح على شغلكم. بيسمع اخبار حلوة ها؟ لعيونك سيدي. امرك سيدي. شلهوب بتاخذ كل العناصر وبتقلب لي الحارة على العجاج. يلا شوفي يا ام راشد، يا بتلاقوا لي حل لهي ام بشيره، يا اما والله بروح لوسط بيتها بدق قتله بفش كل غلي فيها. يبعت لها دائستل. شو عملت لك هالمحورقه؟ شو عملت لي؟ لك ما بتسترجي اصلا تعمل لي شيء، لسانها بقص لها اياه. بس الحكي عليكم يا ام راشد، الحكي على عيلتكم. شو عم بتقولي؟ الله لا يوفقها، فايتة بيوت الحارة وحاكية شي صار وشي ما صار. يبعت لها دائستل. وشو قايلة هالسماوية؟ طولي بالك، جايتك بالحكي. وشو عم تحكي علينا؟ يا ستي هذا من شوي كنت بزيارة عند ام طه. ومنو هاي ام طه؟ جارتها لهي المغضوبة ام بشيرة. شبكي مرته لهذا المبيض ابو طه. شو ما عرفتيها؟ ايه 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 عرفتها عرفتها. اه منيح يلي عرفتيها. ايه بس انا مالي كثير صاحبة انا وياها، وبيتي من زمان ما داسته. ايه مين بيحبها هي الثانية؟ تقولي الاثنين معجونين هيك عجن يخرب بيتهم. كملي ست بهيجة كملي. هذا يا ستي وبلا طول سيرة، بعد ما شربنا القهوة فتحت لي سير وسيار. يخرب بيتها شو نهز بدني منها، الله لا يوفقها. اختصري بهيجة اختصري. طولي بالك ام راشد، ما بدك تعرفي شلون فتحت سيرتكم؟ ولك احكي بس بسرعة والله فار دمي. يا ميت اهلين وسهلا. يا سرجو اهلين. اهلين اخي. اهلين مرحبا يا مو. اهلين دوبد. اهلين يا مو. اهلين لك يا ميت. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. اهلين اهلين وسهلا. تفضلي 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 لجوا عند الحريم. الله يزيد. اهلين خالو. اهلين 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 يا سهلا. يا ميت اهلا وسهلا فيك. اهلين يا زين. تفضلي يا ميت تفضلي. اهلين خالو. شلونك يا زين؟ شلونه ابي؟ والله كلهم داعيين بسلامتك. وخالتي كيفها؟ عم تدعي لك ليل نهار والله. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا خال. يا ميت اهلا وسهلا. دقبري قلبي. بعيد الشر عن قلبي. يا ميت اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي يا عجاج. الله يزيد فضلك يا حق. هيك ها الحمد لله اللي صار عجاج صهرنا وصرنا نشوفك كل يوم والتاني. لا ما عم نستغني ام سبلي. شلونك اميره؟ منيحه مرت خالي منيحه. خلصنا بقى فرديه حاجه قلبي خلقتك قدام مرت خالك ومرت اخوكي. يو شبه عليه زعلانه يا ستي؟ بدها تجيب بنات اخوها راشد لهون. ليش هن عندكم؟ ايه صار لهم كم يوم عنا، وهي وين من راحت بدها تاخذهم معها. قولنا رفيق يا حريم. قومي قومي نسينا ابوكي. شفتي يلا حاضر يا مو. قومي امي قومي تقبريني. يا مو قومي ساعديها لمرت اخوكي. قومي ساعديها ما حيصير لهم شيء. لك امي ما حيصير لهم شيء. ماشي يا مو ماشي. يلا تقبريني يلا. يا لطيف شو بتحبهم؟ الحق عليكي انت الثانيه، كنتي جيبيهم معك والله بيتسلوا بهالبستان وبياكلوا من هالفواكه. بدك يا صبري؟ خير يا براشي. ليش بدك ابني عجاج؟ ايه والله مو انا بس هو مطلوب للتحريم. تهبد شو؟ هو يعني ما في تهمة مو هيك يا صبري؟ لا في يا براشي. قبل ما تحكي عن تهمته اللي شو بدك فكاكو؟ احكي. ما بدي شي غيره. تأكد منيح يا صبري.
شو بدك بدل؟ بدي عجاج وبس يا ابراشي، عجاج. وانا المره الثانيه عم اقول لك شو بدك فكاكو؟ وانا كمان عم اقول لك بدي اياه. وانا هلا جيت لعندك لحتى تيم ايدك عن ابني. وانا المره الجايه ما راح اجي لعندك، اذا بدك شيء من ابني بتجي لعندي على البيت. وانا ما بستناك يا صبري، ما بستناك. مين عم يحكي على ابو راشد لوصل له لسانه؟ شو بدك توصل لسانات الحاره كلها يا ابو نجم؟ هذا مو كلام. يعني كل الحاره عم تحكي على ابو راشد؟ اي نعم يا ابو شريف، ما عدا الاخرس والاطرش بهالحاره، لك حتى الولد الصغير صار يعرف بقصه ابو راشد وابوه لما طلعوا من الحاره. هي الشغله شغله نسوان يا ابو عارف. يا سيدي ما دخلنا، الله يسترنا ولا يفضحنا. شو أم راشد؟ عمار ابن عمي. ما عم تحكي؟ شو بدي احكي ابن عمي؟ شو بدي احكي؟ احكي شو صاير اليوم. ما صاير شيء ابن عمي، مو صاير شيء. لا يا أم راشد، أنت عم تخبي علي. احكي ليشوف. قلت لك ما في شيء ابن عمي. هلا رح تحكي ولا أنا بالصفرة كلها عليكم؟ يبعت لي حمى، يبعت لي 100 حمى أنا. احكي ليشوف. أمرك ابن عمي. بس الله يوفقك ليطلع خلقك علي، انا ما دخلني والله ما دخلني. لك احكي بقى حصيني. حاضر حاضر رح احكي. لك بسرعه. امرك ابن عمي، بعد ما طلعت ام عجاج اجت لعندي الدايه بهيجه وقعدنا بارض الديار. اختصري ام راشد. يبعت لي حمى، يبعت لي 100 حمى ساعه اللي اجت لعندي بهيجه، يبعت لي حمى. سيرتنا صارت من وراها على كل لسان. يا باطل هيك عم نحك علينا؟ يا عزيزي يا الله. احمد برا وجاي مشان ياخذ الغداء. شو عم تستني؟ روح حط لهم الغداء بسرعه. يا علام شو اليوم بصير؟ ليش صافي؟ يلا يلا. انت ليش واقفه هون؟ عمي خدي البنات وغسلي لهم. يلا اطلع اطلع لو وصلك على البيت. اطلع
دخيلك انت وحصانك. روح عمي روح، الله يثبت علينا العقل الكبير. روح مصطفى. ليوس ليوس يلا اطلعي اطلعي كمان هناي فيكم. والله انا يا فرحتي تعي لهون. خلصنا من الام اجوني البنات. بسوله وقفي هيك، تعي انت الثانيه حش تضحكي انت وياها. بس يا قلبي شبك شبك يا حفيظة عم تبربري لحالك مثل العاده؟ لا يا عمي ما عم بربر، كنا عم نلعب انا وحبيبات. ان شاء الله بيقبروني الهي. لكان شو فينا اذا بدهم ياكلوا طعميهم، فهمتي؟ يو لكان ليش انا بهلي فيهم يجوعوا؟ يا بيت جدي ضاع هالمفتاح وبوابك بتبكي على اللي راح، ما ضل طعمه لون. قولي شلون يا بيت جدي ماتت الافراح. ليش الغدر والحق دعموا بالكاس والآدمي كلهم عم ينداس؟ ايه صار لي مسجون، وين الناس؟ صار لي أصيل حارة سوار. يا بيت جدي ضاع المفتاح وبوابك بتبكي عاللي راح، ما ضل طعمه لون. لا تورطوا لا دوروا لا ناوروا، فيهم جمال الكون يتجلى. عتبان قلبي عالبشر كلها. سكرنا باب المحبة وعالغربة تربينا. كنا يا دنيا جيران وحيطان تسانت حيطان، بحارة كبكوبة خيطان وملفوفة علينا. كنا بإيدينا جيران وحيطان تسانت حيطان، بحارة كبكوبة خيطان ملفوفة علينا. كنا بإيدينا جيران وحيطان تسانت حيطان، حركة بكوبة خيطان ملفوفة علينا. هشوا يلي هشوا عطفونا، وضلوا يلي ضلوا يحبونا. داري كل شي بيشبه كل شي دامونا، جنينا وكلهم بإيدينا. بدنا بيت بدنا بيت يسع الكل، بلكي داوينا من الذل ونرجع ناس وما تنداس الكرامة اللي فينا. يا حسرة علينا يا حسرة علينا.